بيرام ولداه والعبيدي جانب 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 التفتيش وان يفتش ولاد الصغار ويبقى ذو الكبار جاوبت عليه ما يستقام ما هو طرح بالنسبة لي فهمي انه ما هو طرح يقد يصور لان انا اللي نقول انه فتجت الخزينة العامة معناها انه فتجت وزارة المالية لأن من العامل وزارة المالية ووزير المالية ومدير الضرائب ومدير كذا ومدير كذا ومدير كذا اللي لا يقبض إلا اللي عند الخزينة العامة إلا اللي عند مدير الخزينة إلا اللي عند رئيس المصلحة ولين يعود أول المفتشين هما مدراء الخزينة وأول المفتشين هما المحاسبين معناها أن أول مفتش وزارة المالية وزارة المالية عندها إلا اللي عندها الضرائب وذوكم مفتشين وعندها لا عند الجمارك وذوكم مقفول عليهم وعندها لا عند الخزينة وذوكم مقفول وعندها لا عند المحاسبين وذوكم مقفول عليهم. إذن ما في أي منطق على أن في حد محمي أسوأ هو شنو من 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 من, من, من التفتيش. ظاهر اللي علنهم اللي ما يقدروا يتعاقبوا اثنين يكون اثنين يبقوا يتعاقبوا وذيك ما يقد ينفع فيهم شو أسوأ هو شنو. أعلن المرحلة اللي كانوا يسير فيها الميزانية العام إنها ما هي المرحلة اللي تسير فيها. من طريقة الفوترة وعدم لا ليفريزون اللي كان خالق عنده ما هو الخالق ذلك. ما يقدروا يتعاقبوا عليه اثنين وان اي مسير اليوم عنده نية لانه يختلس يدور يفكر الف مرة ويخلع الف مرة سابقة عدلها. ما نقابل معاك ابدا على ان نقدر نقوله لان قايلين ما مازال خالق اختلاس المال العام. ما مازال خالق اختلاس العام ومازال خالق سوء التسيير. هذا ما يقدر اثنين يتعاقبوا عليه. انه بحجم واحد وين كان اولا بلا حجم واحد لان الموريتانيين كاملين يعرفوا انه بلا حجم واحد ولو بحجم واحد لان يلو كان نفس حجم الاختلاس خالق ما يعود موارد الميزانيه قدو يحصل منهم اللي يحصل ضرب باللي ما جاش جديد الا ذاك اللي ما كان يحصل كان يحصل من أكثر بعد أحسن بعد يعود الجو أحسن بعد يعود الجو من أبجديات الأمور أعلن يعود حد يتكلم أخوه يصبر له ولكن الله يقول ثقله عنده يصبر له لين يوفيه ويجبره بعد هو أبسط إذن قلت أعلنه من جانب الموارد لدل أعلن الوضعية من جانب التسيير ومحارب الفساد أنها حقيقية الدولة اللي مواردها تسول عنهم ألا أنها يالله تحصلهم كاملين ما يبقى منهم شيء ويالله لن يحصلوا عندها تنفقهم أم اللي ويمشي منهم ذاك كاملين قايسين مصلحة المواطن هذا هو اللي مطلوب من حسن التسيير هو هذا اللي نقبوه واحدة واحدة لا ينجبروا أعلن الوضعيتين فيه حد بعد على بابه كيف قلت حد هامش على بابه انه ما قد يقارنه جانب الموارد سؤال مطروح من درايه كان اللي يحصل اليوم من الموارد الضريبيه والموارد غير الضريبيه اللي هي ارباح المؤسسات العموميه والموارد غير الضريبيه اللي هي عائدات الصيد والموارد غير الضريبيه اللي هي جايه من الريد الفاصل اللي خرصوا لسوسيتي مينيار من درايه كان اللي يخلص منهم اليوم والطريقه اللي يخلص بها يقارن بدر كان يخلص هذا المصدر الاول كان للفساد اعلن هذا رجل الأعمال هذه الشركة لأنه راشيني والله لأني اختير عود في السياسة والله لأنه الفلانيين عود ما قلنا قبل من الضريبة وهذا كان خالق هذا ما نقول لكم ما مازالوا متهربين قال لا متهربين ما معلوم بهم وحد قاين في متهرب معلوم به يقولون أنه يشوف كانوا ما يصبح عنده الكنترول فيسكال إذن إذن بعد ذلكم السيد الرئيس قلت أعلن من هذا الجانب أعلن ما يقدروا يتعاقبوا اثنين
علن كانت ماشية موارد الدولة في هذا الجانب، عزة النفس والله، عزة السياسة والله، عزة الأخلاق، والدولة هي الضحية فيه. وأن الموارد اللي تحصل اليوم والموارد اللي كانت تحصل من ذي الاتجاهات الثلاثة أنها ما تقارب أضعاف الأضعاف. هذا أول مؤشر على الإرادة فعلا المال العام يحافظ لي. ثاني ذا اللي حصل شو عدله، هذا المؤشر الثاني، يعني لهذا ما أنه لا يحصل وحده، يحصل لين يعود لا يحصل يطاير كيف الصورة كان يطاير بها، ما لا يعود بعد ذاك اللي حصله بنية أنه يعقب يطاير وهذا يبانص، لأنه كيف قلت كان أسهله يقبض الأوتر كوتي، قال العادو هم واحدين لا يتطرع من الفكرة ما هم ذلك اللي يكري وآخرة، قال ذاك انشاف من اللي يعدل به. ميزانية موريتان مجي هذا النظام للسلطة كانت في حدود 240 مليار، ميزانية موريتان اليوم في حدود 500 مليار زائد، معناه أن زادت بأكثر من ضعفها. 300 مليار قدت تحصل من ذاك ما كان يحصل. من درى 300 مليار نقوم قايسين بنود الميزانية معروفة، شنو هما البنود اللي انزادوا وشنو هما البنود اللي انتقصوا. فم بند الأجور اللي قايس عمال موريتان، وفم بند النفقات السلع والخدمات اللي هو تسيير الإدارة، وفم بند الاستثمار، وفم بند اللي قالوا لترانسفير. هذا هم اللي ربريك تراديسيونال فان بيجي. هذا اللي حصل خرصون نشقاس قاسي البنود إلينا جبروه، لا ينجبرونا 2008-2009 كتلة الأجور موريتان كانت حدود 71-72 مليار. إن خرصوا اليوم كتلة الأجور اللي هي عادت 151 مليار، معناه أن نزات بأكثر من 100، معناه هذيك 300 مليار اللي نزات بها الميزانية اللي هي 80 مليار منها قاست العمال ما لا ما انسرقت قطعة أبدا، لأن مشات في جيوب العمال ما يقدوا اثنين يتعاقبون 70 مليار انها انسرقت. توف لأن إذا ما توف لا ينقصوا ميزانية التسيير اللي هي اللي ما هي ملموسة اللي هي لا يتنحرق لا كونسوماسيون انترميديير، لا يقولوا لنا العام انفقناه لين ما نجبروه ما نقدروا نرجعون يعرفوا كان داخلك والله ما خلق يكون بالوثائق. هذه كانت ذيك المرحلة 65 مليار 60 مليار 65 مليار وما زال 60 مليار 65 مليار ما زادت. أرجعوا مقارنات الموازين، لا ينجل اللي قال له ميزانية الاستثمار ذيك الساعة كانت 35 مليار ضرك 130 مليار 100 مليار زايد. شو عدل منها؟ شو عدل منها؟ وعدلوا منها ذو الأطباب اللي يقوف إلى عاد انسرق منهم شيء، إلى عاد انسرق منهم شيء، إلى عاد انسرق منهم شيء، إلى عاد وعدلوا منهم صفقات. ذو كومة بعد بقاو منهم أطباب باقين موريتان، ذو كومة بقاو جامعة باقي الموريتان، هو مزير المالية، الوزير النقل، الوزير الأول، الوزير كذا، الوزير كذا، أسوأ اللي خلق ذيك هي بقات بنية تحتية معدلة من الممتلكات باقي الموريتانيين وباقي أجيالهم. مالها ما تعود بقات في المراحل من 1960 إلى 2008، وين هو ذي الموارد الصحك حق كاملة حد هام يسول منين وعدلوا فيها. ذيك هي مطار يفخرنا كاملين، باقي باقي باقي، وعدل باش وعدل مقابل شي من التراب كان يقسم على الرجالة ويقسم على الأسر ويقسم بينهم ويعدلوا فيهم أمورهم والدنيا الأخرى ساكتة صفق لهم. ذاك هو مقبلتي تراب وعدل منها مطار يشرفنا كاملين، اللي منا حي ضرك واللي منا طفل واللي منا المزال لا يجي عاقب. هذا وعدل من ذي موارد البلد اللي هذا الكلام فيه ما يوفى، الكلام فيه ما يوفى. مادة جدية تلوت بالصور اللي كانت قلت عدل اياك ليعطي نتائج اكثر والدور تجبرها، تلود الاخطاء اللي الله يؤفيتاو، تلود الفجافج اللي الله يقلك. غير مده اليوم اباتنا احنا نعرفه، خلقنا نعرفه، اذا جاي منه الجهات السياسيه اللي جاي منها وتاريخها السياسي هامة تنتقدنا اليوم. هذا ما ولا يمشي بعيد، ما ولا يمشي بعيد. والراي الموريتاني سيدنا ابن المحترم، سيدنا ابن المحترم، سيدنا ابن المحترم يلو كان الفود الصوت.
سيد سيد النائب المحترم، انا وانت كاشخاص تاريخنا الاثنين ما يعني الشعب الموريتاني، كسياسيين وكهذا قراءتي لتاريخك السياسي قراءة سيئة. تاريخك السياسي هو أسوأ تاريخ سياسي حسب قراءتي. السيد ومن الرشوة ومن الكذب ومن الزور والتصفيق، لا بسبيبة واحدة ولا أزال بسبيبة. أنت سيد النائب المحترم، سيد النائب المحترم، إساءاتك تشرف، إساءاتك تشرف بيلي ما قطص لك منها، ما قطص لك منها حد سوى هو منها. سيد رئيس انا ما نستفز، انا ما نستفز توه هو من الله هذا الاسلوب. هي قال هذا يقال النساء غرفه البرلمان اكثر اثرها من اللي خارج عن الموضوع، لين يعود يعاقب خارج الموضوع على انه يلا يعاقب في الفار اللي يعين. اذا 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 قلت على ان هذا، ان هذا الشكل، هذا الشكل من ردود الافعال، هذا الشكل من ردود الافعال يبين انه ويشرح انه